سلام لكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم موديل الفستان اللي شايفينه قدامكم، وهو كول شال ومرد كروازيه. اتمنى ان الفيديو ينول اعجابكم، واتمنى لكم مشاهده ممتعه. الفستان هياخد 3 متر ونص قماش. في البدايه لما اجي اشتغل الباترون هخلي في حدود 20 سنتي من فوق و20 سنتي من الجنب علشان الكروازي وعلشان الكول شال. ادي 20 سنتي من فوق للكول شال و20 سنتي من الجنب علشان الكروازي او المرد الكروازي، او من الجنب 15 سنتي، يعني مش لازم 20 كاملين. وهشتغل دوران الرقبة، طبعا في الامام الطول قد العرض، وهاخدها بدوران بالطريقة دي. عرض الكتف او نص عرض الظهر، نص عرض الظهر، طول حردة الإبط، دوران الصدر، طول الوسط وطول الجنب، دوران الوسط، دوران أكبر حجم، البنسة. الطبيعي ان انا باخدها بقسم عرض الظهر ده على 2 ناقص 1 سنتي، هيبقى بالشكل ده. ده كده بعد البنسة، وهاخده بخط وهمي لان هنغير مكان البنسة في الموديل ده زي ما موجودة في الفستان. وهاجي اعمل طول الكتف اللي هو بيبقى من 12-13 سنتي زي ما يطلع عندك، وهاجي في نص الكتف وهعمل برضو خط البنسة، خط وهمي، خط واحد بس. وبعدين هعمل دوران الإبط، هاجي اعمل خط البنسة التاني، هعمله هضيف عليه 10 سنتي، يعني البنسة دي الخط ده الاساسي هضيف عليه 10 سنتي كمان او 8 سنتي. يعني هو لو طلع عندي 8 سنتي هضيف عليه 8 سنتي تانيين، لو طلع 10 سنتي هضيف عليه 10 سنتي كمان. هعمل البنسة وهاجي في التلت بتاع دوران الإبط، ادي التلت وهعمل فيه البرنسس، وبعدين هطلع 3 سنتي وهعمل بنسة الصدر. يعني بنسة الصدر بدل ما هي كانت في الكتف انا صرفتها عند تحت الابط. انا طبعا كده نقصت من دوران الابط 3 سنتي، فهعملهم من فوق، هعوضهم من عند الكتف من فوق. انا كده ضفت 3 سنتي عند الكتف من فوق، وهعمل الدوران بتاع الإبط تاني، يعني 3 سنتي اللي عند في البرنسس دي هتتشيل خالص، وأنا عوضتها في الكتف من فوق. وبعدين هعمل دوران أكبر حجم، دوران أكبر حجم لو هقول مثلا هو 25 أو 26 هضيف عليه في حدود 20 سنتي تانيين توسيع للفستان، وهنزل بيهم بوسع بالشكل ده. من عند الجنب هطلع برضو في حدود 3 سنتي وهاخدها بدوران. ادي الجنب، هطلع في حدود 4 أو 3 أو 5 سنتي، يعني من 3 ل 5 سنتي وهاخدها بالشكل ده دوران. بعدين هنيجي ناخد 10 سنتي مقدار المرد الكروازيه، المرد الكروازي 10 سنتي. دي 10 سنتي مقدار المرد الكروازي. دلوقتي هنرسم شكل الكول شيل، واول حاجة هحددها هحدد مكان اول زرار. مكان اول زرار هيكون في نص المسافة دي اللي هي ما بين طول حردة الإبط وطول الوسط، هقسم المسافة دي بالنص، وفي نصها هيكون مكان اول زرار. المسافة دي نصها هيكون مكان اول زرار، ادي اول اول زرار، وهطلع بخط بالشكل ده، والخط ده همده لفوق بمقدار طول حردة الرقبة الخلفي،
وهاخده بدوران بالطريقة دي، دوران حرد الرقبة الخلفي، وهعمل ارتفاع الكولا. ارتفاع الكولا هنا هيكون 10 سنتي، تقدري تعدلي فيه، يعني ممكن تقللي من 10 سنتي لو مش عايزاها عالية. من النقطة دي هطلع لفوق 1.5 سنتي، وهوصلها بطول الحردة بالشكل ده، وال1.5 سنتي دي بتدي راحة للكولا. وهرسم شكل الكولا بالقلم الرصاص، وبعدين هوضحه بالقلم. هخرج بره المرد في حدود 2-3 سنتي، ده كده شكل الكولا. بعدين هاجي ارسم الجيب، او مكان الجيب احدده فين. الجيب هيكون من بعد طول الوسط ب5 سنتي، يعني البعد بتاعه من بعد طول الوسط ب5 سنتي بالشكل ده. وطول الجيب او عرض الجيب هيكون في حدود 12 او 14 سنتي، يعني من 12 ل 14 سنتي. نص الجيب هيكون قبل البنسة، والنص التاني بعد البنسة. البعد بتاعه بعد طول الوسط ب5 سنتي. وهقص الباترون. لما اجي اثبت الباترون هثبته على قماش مطبق بالشكل ده، طبعا مفتوح لانه في مرد من الامام، وهضيف زيادة خياطة. بعدين هعمل تفتيح خفيف خالص في الكولا، يعني هعمل خطين بالشكل ده، وكل خط هعمله تفتيح 0.5 سنتي بس، او 1.25 سنتي، يعني مش هيكون كتير. هيبقى التفتيح بالطريقة دي علشان يدي راحة للكولا. طبعا وانت مثبتة الباترون وبتقصيه على القماش هتضيف زيادة الخياطة، بس انا بقص على الورق فمش سايبة زيادة خياطة. وهتحط البطانة وتقصيها. البطانة طبعا هتكون بطول الموديل، مش قصيرة بالشكل ده، بس انا عاملاها بلون مختلف علشان شكلها يوضح. بعدين هاجي على البطانة وهاجي اعملها، اعمل عرضها على نص الكتف، يعني عرض البطانة يكون نص الكتف، ما يكونش عريض قوي، وهظبطها بالطريقة دي. باقي البلطو هيكون في حدود 12 او 15 سنتي عرض البطانة. بعدين هخيط البطانة من الخلف، ادي دوران الرقبة الخلفي، هحطهم على بعض بالشكل ده. هحط البطانة بالطريقة دي وهخيطها من الخلف. دي البطانة بعد ما هتتخيط من الخلف. برضه هخيط الفستان في دوران الرقبة الخلفي بنفس الطريقة. الكول شيل ده انا شطبته اكتر من مرة في القناة، تقدروا ترجعوا للفيديوهات وتشوفوها. علشان كده انا ما عملتوش على القماش لانه اتكرر اكتر من مرة.
برضه هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف. وهحط عدلة على عدلة وهخيطه بالشكل ده. ادي شكل الكل شيل بدأ يوضح. دلوقتي هنشوف الجيب اللي عند الصدر هيتعمل فين او ازاي. هاجي على خط طول حردة القبط، اول خط ده اللي هو طول حردة القبط، والخط بتاع البنسة، الخط بتاع البنسة الاول مش التاني لان احنا غيرنا مكان البنسة. انا هشتغل على الخط الاول بتاع البنسة، علشان كده انا اخدته خط وهمي. عرض الجيب هيكون من 10 لـ11 سنتي. الـ10 سنتي دي هيكون 5 قبل خط البنسة و5 بعد خط البنسة بالطريقة دي، 5 قبل الخط و5 بعد الخط. وهطلع 1.5 سنتي بالشكل ده او 2 سنتي، واخد الجيب بميل بالطريقة دي. عرض الجيب هيكون او ارتفاع الجيب هيكون في حدود 3 سنتي. والجيب ده تشطيبه موجود في القناة، هسيب لكم الروابط بتاعته في صندوق الوصف. ده شكل الجيب على خط حردة القبط وعلى خط البنسة. ده شكل الجيب هيكون بميل خفيف. عرض الجيب هيكون في حدود 3 سنتي. وتشطيب الجيب ده والجيب التاني اللي هو بعد الوسط، الاتنين موجودين في القناة، هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف تقدروا تشوفوها. وده شكل المرد الكروازيه 10 سنتي. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان يكون نال اعجابكم، واتمنى ان تكون طريقة سهلة واكون قدرت اوصلكم المعلومة بسهولة.